أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء لا تنفذوا
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فأخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاحكتان.
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال